أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما توجيهكم حفظكم الله في من جعلوا مجالسهم في سب وغيبة العلماء والمشايخ بحجة إنكار المنكر؟ كما سمعتم الجواب، كما سمعتم أن هذا هو المنكر نفسه، وليس هو من إنكار المنكر، لأنه يترتب عليه عدم الثقة بالعلماء ورجال الحسبة، ويترتب عليه الإخلال بالأمن وغير ذلك. نعم. الله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا من إشاعة الفاحشة وإشاعة المنكر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.